نعم. قال رحمه الله: فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا، وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعف ضعفها بثمنه انتشر. نعم. وأربع لا عول فيها يقفو ثمن وربع ثم ثلث نصف، فمخرج النصف من اثنين غدا. النصف من اثنين، والثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، هذه الأصول التي لا تعول. نعم. فمخرج النصف من اثنين غدا، والثلث من ثلاثة وقد بدا، من أربع ربع ومن ثمانية ثمن، فذي هي الأصول الثانية. وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كمل. نعم. قال رحمه الله: باب تصحيح المسائل. ثم إن الكسر على صنف يقع فوفقه اضرب إن توافق وقع. تصحيح المسائل الآن، لا يوجد كسر عندنا، ذكرنا لكم يعني الآن قلنا مثلا عندنا مسألة فيها زوج وثلاث أبناء، زوج وثلاث أبناء، المسألة من كم؟ الزوج يأخذ الربع فرع وارث، المسألة من أربع، واحد للزوج والباقي كم؟ ثلاثة للثلاثة أبناء، كل ابن يأخذ سهم منكسر جاهز، مفهوم؟ لا، أربع أبناء والسهام كم؟ الرؤوس كم؟ ثلاثة. أربعة والسهام ثلاثة، ما تنقسم. إذن نضرب في أيهما أهم، رأسك أو السهم؟ الرأس هو المهم، دائما اهتم بالرؤوس، مفهوم؟ إذا تنقسم الحمد لله، وإذا ما تنقسم تأخذ الرؤوس، وإذا بينهم قاسم مشترك تقسم القاسم المشترك على من؟ على الرؤوس، على القاسم المشترك، لأن الرأس دائما هو المهم عندنا. إذا جبنا مثال ينقسم وجبنا مثال لا ينقسم، أربعة، إذا نضرب المسألة في أربعة، ثلاثة في أربعة من اثنين عشر، مفهوم؟ تمام. أخذ الزوج واحد في أربعة، أربعة، بقي معنا ثلاثة في أربعة اثنين عشر، ينقسم على الأربعة، نعم، كل واحد ثلاثة. طيب اعتبر أنه هؤلاء الأبناء ستة، كم؟ ستة، ستة في قاسم مشترك، صح؟ على اثنين، عندنا الرأس أهم، إذن ستة على اثنين ثلاثة، إذن نضرب في ثلاثة تنقسم. في شيء يسمى عند علماء الرياضيات وكذا يسموه التحقق من صحة الحل، في آخر شيء إذا انقسمت السهام على الرؤوس إذا الحل صحيح، وإلا تصحح. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الكسر على صنف يقع عندهم الكسر الانكسار على إما على صنف واحد، هذه الأمثلة ذكرناها على صنف واحد، أو على صنفين، على صنفين مثلا عندنا ثلاث زوجات وثلاث أبناء، ثلاث زوجات وثلاث أبناء من ثمانية، واحد والباقي سبعة للثلاث أبناء، الثلاث أبناء أخذوا سبعة هذا غير منقسم، والثلاث زوجات أخذوا واحد غير منقسم، نحتاج إلى تصحيح المسألة، هذا الانكسار على أجناس. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الكسر على صنف يقع فوفقه اضرب إن توافق وقع، في الأصل أو في عوله والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفي. نعم. فهي إذن تصح والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا. هذا القسم الثاني الآن، أكثر من صنف. نعم. أقسامه أربعة: تماثل، توافق، تباين، تداخل. نعم. التماثل ثلاثة وثلاثة، مثل هذه المسألة اللي ذكرناها الآن، ثلاثة وثلاثة، إذا نضرب في كم؟ في ثلاثة، نأخذ واحد منهم، إما الثلاثة عدد رؤوس الزوجات أو ثلاثة عدد رؤوس الأبناء. طيب إذا كان تداخل نأخذ الأكبر، ثلاثة زوجات واعتبر هنا الأبناء مثلا ستة، إذا نأخذ الأكبر، إذا نضرب في ستة. طيب توافق، اعتبر أن الزوجات أربعة والأبناء ستة، بينهم قاسم مشترك، تقسم على أي واحد منهم وتضرب في الآخر، أربعة على اثنين فيها اثنين في ستة اثنين عشر، أو العكس ستة قسمة اثنين ثلاثة في أربعة اثنين عشر، هذا بينهم قاسم مشترك. أو تباين، الزوجات
ثلاثة والأبناء خمسة، بينهم شيء؟ تباين. اضرب اثنين في خمسة عشرة، إذا نضرب فيه عشرة. نعم. قال رحمه الله: أقسامه أربعة: تماثل، توافق، تباين، تداخل. فواحدا من المماثلين احفظ، وزائد المناسبين، وحاصلا من ضرب ما توافقا في الوفق أو من ضرب ما قد فارقا في كل ثان فهو جزء السهم، فاضربه في الأصل أياذ الفهم. نعم. فحاصل الضرب هو التصحيح، فاقسمه فالقسم إذن صحيح. يعني تتأكد من صحة المسألة في آخر شيء. نعم. قال رحمه الله: باب المناسخة. المناسخات هنا غير النسخ هناك في الشريعة، هنا المناسخات هنا معناها يموت إنسان ثم قبل قسمة التركة يموت أحد الورثة. فقد يقول قائل: أصنع مسألة للأول ومسألة للثاني وانتهى الأمر. قد يكون عندك أكثر من ميت الآن، يعني مثلا تركة من أيام الدولة العثمانية تحصل فيها 40 ميت، ما تستطيع تجعلها مسألة واحدة. وأحيانا يكتبوا عندنا المسائل في أوراق التصوير الكبيرة هذه السكوك. أي نعم. فماذا تصنع؟ لأنها تركة واحدة، وإن يمت آخر قبل القسمة، قبل قسمة تركة الأول، فصحح الحساب وأعرف سهمه. هذه المناسخة، مفهوم؟ نعم. عكس المناسخات الغرق والهدمة، لا تورث زاهقا من زاهق، سيأتي بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: باب المناسخة. إن موت ثان قبل قسم حصل فصحح الأولى، وللثاني جعل أخرى. نجعل مسألة للأول نحلها كاملة ومعه هذا الثاني الذي مات، ثم بعد هذا نكتب تاء يعني مات أو توفي، ونجعل له مسألة ثانية، وبعدين نجمع بين المسألتين، ثم الميت الثالث نجمع بين المسألتين، الرابع، وإلى ما لا نهاية، ما لا إشكال. نعم. قال رحمه الله: إن موت ثان قبل قسم حصل فصحح الأولى، وللثاني جعل أخرى كذا، واقسم عليها ما قسم له من الأولى، فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامه أو كلها إن فارقت، ومن له شيء في الأولى فاضربي في وفق أو في كل الأخرى تصبي، ومن له شيء في الأخرى في السهام يضرب أو في وفقها يا ذا الهمام، وافعل بثالث كما تقدم إن مات والميراث لم يقسم، وكل صورة للأولى ناسخة، فهذه طريقة المناسخة. تحتاج إلى كتابة. نعم. المهم احنا قلنا المرحلة الأولى عندنا نفهم ما هي المناسخات، مفهوم؟ وإذا كان عندك تركة وأمكن قسمة الأول على حدة وتأخذ النصيب ثم تجعل له مسألة أخرى تنحل المسائل ولا إشكال، الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: باب قسمة التركات. قسمة التركات هذا الثمرة الآن، الآن وصل الثمرة، نريد قسم التركات الآن، عندنا 6 و12 و24، ما فهمنا الآن ماذا ترك الشيخ سعيد، قال ترك 6000. 6000 سهل جدا. المسألة من كم؟ مسألة من كم؟ قال مسألة من 6. الحمد لله. ايش نصنع؟ 6000 على 6 ونضرب على 6 يطلع كم؟ 1000. اذا عندنا 1000 نضربه نشوف ايش ترك. قال والله ترك 6 أبناء لكل ابن 1000. تمام. ترك مثلا 4 بنات وابن للذكر مثل حظ الأنثى، المسألة من 6، 2000 للابن، 1000 لكل بنت. نعم. هذا إذا كانت تقسم، كل شيء ينقسم نقسم على هذه الطريقة، نأخذ الأشياء التي تنقسم ما ترك سواء مال، دولار، دينار، درهم، يورو، أي شيء، ذهب. ذهب بإيش عندنا؟ جرام، بالجرام. أرض زراعية بالمتر، قال عندنا دلم صح، وهنا فدان، وقال أي شيء ينقسم قسم كما تقسم الأموال، مفهوم؟ عندنا إشكال، ترك الشيخ سعيد بعد عمر طويل في طاعة الله بقرة. طيب البقرة ما تنقسم صح؟
لأنه لو ذبح البقرة إتلاف للمال، الورثة قالوا لا هذا خير نعمة ترك لنا الشيخ سعد، نحلب ونشرب. طب عندنا زوجة، عندنا زوجة وبنتان وعم شقيق، الزوجة تأخذ ثمن والبنتان الثلثين، مسألتنا من كم؟ 24، 3 للزوجة و16 للبنتين، صح؟ كل بنت لها 8 8، والباقي 5 لمن؟ 5 أو لا؟ 5 للعم الشقيق، تمام. إيش نصنع؟ نقول البقرة عندكم 24 يوم، 3 أيام تحلب الزوجة، وثمانية أيام البنت الأولى، وثمانية أيام البنت الثانية، والعم يحلب 5 أيام. مفهوم؟ ممكن. ترك سيف، السيف هذا أثري لا يقدر بثمن، مفهوم؟ العم يقول أعطوني السيف أخلي عندي في الصالون، والبنت تقول لا تركت أبي، والزوجة تقول زوجي. المهم بعد الوفاة الحمد لله، فنجعل السيف عندهم مثلا، نتفق معهم نقول مثلا الزوجة 3 أشهر تبقى السيف عندها، وكل بنت 8 أشهر 8 أشهر، والعم 5. المهم نسعى إلى التوفيق بين الورثة قدر المستطاع. اتفقوا على البقر إلا الزوجة قالت لا والله ما أريد، أنا لا أحلب ولا أشرب ولا أريد الحليب أصلا، أريد أتزوج شوف حالي يا كذا. قالت ما أستطيع، أعطوني نصيبة في البقرة. ما نستطيع نعطيها نصيبة في البقرة، نصيبة في البقرة كم؟ 3. كيف نعطيها 3؟ صعب صح؟ قال عندنا حل، الحل نحول البقرة إلى أقسام، سموا هذه الأقسام قراريط، والقراريط عندهم أي مسألة تجعل من 24 قيراط. ولهذا أخواننا المصريين يقول أنا مروق 24 قيراط، يعني تمام 100%. الـ24 قيراط هي 100%. إحنا الآن ما نعرف القراريط، نعرف الإيش؟ النسبة المئوية، صح؟ يعني مثلا الآن لو أقول للشيخ سعيد لك في البقرة 50%، يفهم؟ يفهم. لكن لو أقول لك في البقرة 24 قيراط ما يفهم، هي 24 قيراط هي 50%. ففي القديم لا يقسم بالنسبة، يقسم بالقراريط. القراريط ليس فيها نسبة خطأ ولا شيء في المئة، أما النسبة المئوية في بعض التركات فيها نسبة خطأ، لأن تقرب لابد تقرب الأرقام، القراريط لا تقريب فيها. فإذا كانت المسألة يعني ما فيها نسبة خطأ ما فيها تقريب، قسم بالنسبة المئوية ما في إشكال. يعني مثلا ترك بقرة والورثة هنا كم ابن؟ 4 أبناء. بالنسبة المئوية 25 25 25%، صح؟ وفي القراريط 6 6 6 6، صح؟ تمام. هذه ليس فيها نسبة خطأ، لكن الإشكال إذا كان فيها نسبة خطأ، مثل الزوجة الآن لها الثمن، الثمن في النسبة المئوية هنا لازم تقريب، فإيش نصنع هنا؟ قال ترجع إلى القراريط، مفهوم؟ المعمول به هذه الأيام في الغالب النسبة المئوية ويقرب، وقل هذا يعني شيء يسير ولا إشكال فيه. لكن عند الفرضيين يقولوا ما يمكن، الهللة تحسب، هللة تحسب، مفهوم؟ أي نعم. قال رحمه الله إذن إذا كانت المسألة تنقسم، طيب إيش تستفيد الزوجة الآن عندما قلنا لك في البقرة 3 قراريط؟ تبحث عن مشتري. وجه الشيخ وقال أنا أشتري نصيب الزوجة، يدخل مع الورثة مشتري، نصيبه كم؟ 3 قراريط. يقول اشتري منك 3 قراريط، وهذا موجود عندنا في السكوك، أنه فلان اشترى نصيب فلان من الورثة وأخذ كذا من القراريط. قد تأتي لك مسألة مقسمة من قبل تقول أنا لا أعرف القراريط، أنا أعمل بالنسبة المئوية، ما يمكن. نعم. قال رحمه الله: باب قسمة التركات. في التركة اضرب سهم كل أبدا وقسم على التصحيح ما قد وجدا. نعم. أو خذ من التركة في الصريح بنسبة السهام للتصحيح. بعد
قال رحمه الله: باب الرد. عندنا المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المسائل في الفرائض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عادلة وعائلة وناقصة. كم مسألة؟ ثلاثة. عادلة: زوج وأخت شقيقة، نصف ونصف للزوج ونصف أخت شقيقة، مسألة من اثنين، واحد واحد، انتهت المسألة. عادلة: زوج وابن، مسألة من أربعة، واحد وثلاثة، عادلة. عائلة: لا، زادت، زوج ثلاثة أخوات شقيقات، هي من ستة وعالت إلى السبعة، مسألة ناقصة. وهذا هو الرد. فالرد عندنا: جاءتنا مسألة مثلا فيها بنت، البنت لها النصف، مسألة من اثنين، واحد، والباقي لمن؟ باقي واحد، تأخذ البنت. مفهوم؟ هذا يسميه الفقهاء علماء الفرائض الرد على صنف واحد، رد على صنف واحد. الصنف الواحد بعدد الرؤوس، ثلاثة أخوات شقيقات فقط في المسألة، من كم المسألة؟ من ثلاثة. مفهوم؟ ستة أعمام، لا أعمام هذا فرض، ستة أخوات لأم، من كم المسألة؟ من ستة. ثلاثة بنات، من ثلاثة. ثلاثة بنات ابن، من ثلاثة المسألة، من عدد الرؤوس. هذا صنف واحد. إذا كانوا أكثر من صنف ننظر، يوجد أحد الزوجين لا يرد على أحد الزوجين على قول، وهو الراجح والله أعلم، يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، أما إذا كان يوجد أحد الزوجين ما يرد على أحد الزوجين، لازم نصنع مسألتين، مسألة للزوجة والزوجة ومسألة ثانية للورثة، ثم نجمع كالمناسخات. أما إذا كان المسألة ليس في أحد الزوجين، ماذا تصنع؟ تقول مثلا: عندنا بنت وبنت ابن فقط، بنت وبنت ابن، المسألة من ستة، البنت نصف ثلاثة وبنت الابن السدس واحد، ثم تجمع مثل ما كنا نجمع في العول، الآن نجمع في الرد. صارت المسألة كانت من ستة وأصبحت من أربعة، فبدل أن كانت البنت الابن تأخذ السدس واحد، أصبحت تأخذ الآن الربع. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب الرد. والرد نقص هو في السهام زيادة في النصب والأقسام. نعم. فردد على ذي الفرض دون مين بقدر فرضه سوى الزوجين. يقول لا ترد على أحد الزوجين. نعم. قال رحمه الله: باب توريث ذوي الأرحام. الآن بحث عن الوارثين والوارثات لم يجد أحد إلا الزوجين. طبعا عنده أب؟ قال لا. أم؟ لا. جد؟ جد ما في، مقطوع من شجرة. مفهوم؟ تمام. إيش نصنع؟ قال نبحث عن ذوي الأرحام، عمة شقيقة، عمة لأب، خال، خالة، أبو الأم. الآن نبغى نورثهم. الآن متى يرث ذوي الأرحام؟ عند عدم الوارثين أو الوارثات عدا الزوجين، نبغى نورثهم. الآن إرثهم سهل جدا، انتبه معي. تكتب هنا، تكتب هنا، بنت بنت، تكتب إيش؟ بنت بنت. ضع إصبعك على الأول، بنت، أصبحت إيش؟ بنت، أصبحت وارثة، الحمد لله. وهكذا بنت أخت شقيقة ترث؟ لا. ضع إصبعك على الأول، أصبحت أخت شقيقة. هكذا الإرث يسميه التنزيل، يعني تنزل ذوي الأرحام منزلة من أدلى به. ابن أخ لأم، ضع إصبعك على الأول، أخ لأم. طيب الخال، ضع إصبعك عليه، يطلع أم. الخال والخالة إيش؟ أم. والعم؟ أي عم؟ عم لأب وارث. أي عم؟ عم لأم. والعمات، عم شقيقة وعم لأب وعم لأم، ينزل منزلة الأب. مفهوم؟ كيف القسمة بينهم كذا، لكن المهم نريد نتعلم الآن كيف ننزلهم. كل واحد منزلة من أدلى به. الخال والخالة أم، والعم لأم، والعمات أب، والبقية ضع إصبعك، وانتهت المسألة. خلاص؟ نعم. قال رحمه الله: باب توريث ذوي الأرحام. نعم. ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام، يعني غير الوارثين والوارثات إلا الزوجين. نعم. وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء وهم أصنافه. نعم. مذهب
التوريث في ذوي الأرحام إما القرابة أو التنزيل، مذهب القرابة ومذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، التنزيل مذهب الإمام الشافعي. نعم، ومن وافق؟ نعم امشي. هم الشافعية يورثون ذوي الأرحام؟ نعم أنا هذا اللي أعرف. نعم امشي. أصلا حذفها من لا حذفها اختصارا، لا أقصد هو وهذا الشافعي، هم يقول متأخري الشافعي ممكن، لكن في قول إذن عندهم. نعم، أربعة كولد البنات وساقط الأجداد والجدات. الساقط هنا معناه ليس بالساقط فيما نتعارف عليه، الجدة الساقطة يعني هي التي لا ترث، مفهوم؟ يعني محجوبة عن الإرث. نعم، وولد الأخت وكالعمات وكبنات العم والخالات. وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. إذن يعني هذا معناه أن العلماء انقسموا في توريث ذوي الأرحام إلى قسمين، مذهب التنزيل والمذهب الثاني مذهب القرابة. نعم، باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل. هذه المسائل نادرة الوقوع، مفهوم؟ فبدأ يأتيك بالنوادر الآن. المفقود فقد، وننظر أين فقد، في بلد يغلب عليه السلامة أو يغلب عليه الهلاك. مثلا فقد الشيخ ساعد في الكويت، الكويت الحمد لله أسأل الله سبحانه وتعالى يديم على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين نعمة الأمن والإيمان، فقد في بلد يغلب فيه السلامة، ننتظر. الزوجة تأتي وتقول أعطوني التركة وأبغى أروح أتزوج وانتظر لمتى سائد. نقول له اسمع يا رجل، سائد عندما فقد كم كان لديه من العمر؟ كم؟ 40. طيب نشوف أقران سائد، فلان وفلان وفلان، إذا ماتوا معناه مات سائد. أحمد رحمه الله يقول ننتظر به حتى يبلغ 90، يعني تنتظر الزوجة كم؟ 50 سنة. 50 سنة مشكلة. وبعضهم قال 70 وبعضهم قال. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هذا نرجع فيه للقضاء. إذن هذا شغل من؟ قضاء ما لنا علاقة. نأخذ المسألة نقدمها للقضاء، حكموا على سائد أن توفي اليوم، يكتب صك القاضي أنه في هذا اليوم حكمنا أن سائد توفي، تعتد الزوجة اليوم، تنتهي العدة وقسم التركة وانتهى الأمر، خلاص. هذا يغلب فيه إيش؟ السلامة بلد. الثاني يغلب فيه الهلاك، يعطوه 4 سنين يغلب فيه الهلاك. فين كان؟ قال والله كان في غزة وقت الضربة، ضربة الدولة الصهيونية مثلا. طيب إذا يغلب هنا الهلاك نعطيه 4 سنوات، مفهوم؟ نعم، أنت موت وما عليك، إحنا نقسم لا عليك، بعد عمر طويل في طاعة الله. نعم، قال رحمه الله وكل مفقود وخنثى أشكلا وحمل. الخنثى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول عندنا خنثى بين، هناك فرق بين الخنثى ونسأل عافية السلام المخنث. الخنثى يعني خلقته كذا، لكن الخنثى عندنا إذا كان بين هذا لا إشكال، أكثر شيء يمي صفات الرجال فهو رجل، صفات الإناث أنثى. لكن أشكل علينا ما استطعنا أن نصنف هذا لا ضمن الذكور ولا ضمن الإناث، أصبح خنثى مشكلة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الأيام يعني الطب تطور، ندخل هذا على من؟ على الأطباء، وهم يحددوا ذكر أو أنثى، مفهوم؟ نعم. طيب الخنثى المشكل، هل نورث على أنه ذكر أو نورث على أنه أنثى؟ نعم، قال رحمه الله وكل مفقود وخنثى أشكلا وحمل اليقين فيه عملا. نعم، الحمل مات بعد عمر طويل في طاعة الله الشيخ سائد والزوجة حامل. طب ما نستطيع نقسم التركة، لماذا؟ لأنه ممكن ميت، لأن الزوجة الآن تتمنى أن يخرج الحمل ميت حتى تأخذ إيش؟ الربع، تمام. ولو كان ذكر أخذ الباقي، ولو كان أنثى أخذت النصف، ولو كان ذكرين أنثيين الثلثين. المسألة فيها إشكال عندنا، فقال لا تقسم، أو قسم على اليقين، تحسب أكبر تقدير للحمل
وتوقف النصيب الحمل والباقي تقسم على إن أصر الورثة. مفهوم؟ جاءت المرأة إلى القاضي قالت مات زوجي، مات بعلي وتركني حاملا، إن جئت به ميتا فلي التركة. سبحان الله، تأخذ تركة كاملة. تقول القاضي، تقول لو ميت الحمل أخذ تركة كاملة، وإذا ذكر لي الثمن، وإذا أنثى لي النصف، من أنا؟ تقول أنا زوجي ما تبعني، زوجي عائشة معتقة، هي معتقة، زوجة ومعتقة، صح؟ إذا جاء ذكر حجبها عن العتق، صح؟ أي نعم. وإذا أنثى أخذت النصف، نعم. وإذا مات الحمل أخذت كل التركة، الثمن فرضا والباقي تعصيب. لا، الربع ميت، الربع فرضا والباقي تعصيب، نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم. هذه المسألة يا أخواننا يعني تقع عندنا، ولهذا علماء الفرائض ما يبحثوا يعني عن هذا كيف مات، لا، يأتي علماء الفرائض المسؤول عن تقسيم التركة، يأتي للهلال المدني، الدفاع المدني، أو الهلال الأحمر، أو للشرطة، يقول عندما حصل الحادث من اللي مات قبل الآخر، لأن الزوج والزوجة في السيارة وحصل عليهم حادث وماتوا. قال والله المرأة جينا منتهية ميتة، وجينا للزوج قال أشهدوا. إذن المسألة مناسخات، زوجة ثم بعدها مات الزوج، مفهوم؟ لكن إذا لم نعلم المتقدم من المتأخر أصبحت المسألة غرقة وهدمة. الزوجة لا ترث من الزوج، والزوج لا يرث من الزوج، تعدهم كأنهم أجانب، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم، وإن يمت جمع بشيء كالغرق. كالغرق مثلا غرقت السفينة، مثل ما غرقت السفينة المصرية قبل زمن، نعم. وإن يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق فلا تورث بعضهم من بعض وبالتراث لسواهم فقضي. نعم. الخاتمة. قال رحمه الله: هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية، وقد غدت أبياتها 12 مع 100 مثل قلائد الدرر، والحمد لله على التمام، ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأبرار. كما بدأ بالحمد عليه الصلاة والسلام، كما بدأ بالحمد، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل المؤلف هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء، وحمد الله موجب لبقاء النعمة، حمد في نهاية الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى تم عليه النعمة، وكما صلى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم.